أمي بولوس أول مرة تلاقيت فيها كانت سنة 96، يعني هي أول سنة دراسية لإلي بالجامعة باليو اس جي باليزاف. أول إمبريشن مرة قوية، مرة كتير قوية، يعني ما عم بتذكر بقريلي أول مرة، بس إنه ما بقدر أنسى إنه هون مكتبة وفي الهول قدام مكتبة، فيا هي طالعة الدرج عم تعيط لحدا من الأساتذة، يا تفضلوا على الاجتماع، يا زينة ليه بعدك برات صفك، عرفتي يعني حدا كتير بريزان، صوته عالي، متري ديستانجي. هي بقدر اقول لك اول وبتضل دائما اخر امبريشن. كنا انا وخليل رحنا على مكتبه بالمبنى اليزاف القديم باليسوعيه، قعدنا بلشنا نحكي سوا، نحن كنا نعلم شوي، بعدنا هيك عم نحلتق شوي، عمنا 25 سنه بعد كنا كتير صغار، وآخر هالحديث بتقلنا مدام بولوس تعوا علموا باليزاف. بلشت أتعلم أنا سيناريو بالماستر، كانت أول سنة ماستر، وخليل علم فلسفة الصورة، وكنت هيك أول أيامات المسيرة الطويلة اللي عشناها سوا، أكثر من 15 سنة علمنا باليزاف. مدام بولوس حدا أثر كتير علي، عطتني مظبوط معنى الـ perseverance، العنفوان والشغف لتوصل لنتائج، يعني ما في obstacle يوقف قدامها، ما جرب تتخطيه لتوصل وتحقق أهدافها. أول مرة تلاقيت مدام بولوس يمكن بالجامعة باليزاف، كان أول شيء فحص الدخول على اليزاف تشوف إذا رح نقبل أو لا. الإحساس كان إنه حسستني بهيك أمان، راح الخوف اللي كنت حاسة فيه، لأنه بعد المدرسة عم بفوت على جو جديد، أصحاب جديد، حياة جديدة. مدام إيمي بولوس، ما بتعرفي يمكن انه انت كنت السبب اني انا اخترت اليو اس جي جامعة لإلي لأسس فيها دراستي. انا كان اجاني اوكي بغير جامعات سينما ومسرح، بس من وراء الانترفيو اللي عملت لي لانت تقبليني بالجامعة، من وراء لقائي معك انا عرفت انه هيدا بيتي وهيدا المطرح اللي حابة اتأسس فيه، قد ما اعجبت بشخصيتك. بال91 فتت، ما كنت عارف وين رايح بعدني، انا حابب اعمل هالشيء وماني مش عارف شو في هونيك، كان كتير شيء جديد بعده بلبنان. يعني فتت شفت مدام قاعده بالمكتب، ما حسيت ابدا علاقه مدير تلميذ او شيء، فيري ويلكمينج. عدنا يعني بعد ما حكينا شوي صرنا عن جد دغري بتحسيها بارت اوف ذا فاميلي. يعني مره عيطت لها طانت، يعني درجه ما بنساها، عيطت لها طانت مش مدام، يعني هيك بعدين انقذت. فهالقد كانت ويلكمينج وقلب قلب على الحل. امي اول مره التقيت فيها لامي بولوس كانت باليزاف، كنت عم بوصل صديقه لإلي وتتقدم فحص، وانا كنت رايح بس هيك، بقى شافني الله يرحمه جلال خوري وقال لي ليه ما بتقدم فحص انت كمان، وطلعت عملت انترتيان اورال انا وياها لمدام بولوس، وبتذكر سألتني عن تشارلي تشابلن ودردشنا انا وياها، وانا قبل ما فوت التقيها التقي فيها، يعني انه المديره كنت شوي صغيره خايف، بتذكر ضحكتها، بتذكر ضحكتها بهيدا النهار، كانت لابسه احمر. شفت هيك ام، شفت فيها صوره ام مشجعه مبتسمه دائما، ابتسامتها كثير عطتني طاقة إيجابية، شجعتني على أنه قد أنا كنت محمسة أنه فوت تعمل أوديو فيزيوال ومسرح. هالطاقة الإيجابية اللي بتطلع من عيونها، من ضحكتها، من صوتها اللي فيه هيك حماس، شيء ما بقدر أنساه أبداً. فهيدي الذكرى اللي بعدها براسي من هذيك الأيام. بال94 وقتها أنا فتت لأقدم على اليزاف، وما فهمت بالأول، لأنه أنا كنت جاية كمان، كان أول ما بلشت تفتح المناطق، فأنا جاية من ما يسمى كان بالغربية، فواصلة مرعوبة، واصلة على منطقة ما بعرفها ويسوعية،
فكان كتير بوقت كتير غريب الوضع، بس انه بدي اعمل سينما وبدي، واكتشفت وقتها انه الصوت فيه فيها تكون مهنه، لان انا بحب الصوت من انا صغيره بس ما انا عارفه فيه اشتغلها. ففكره كيف مدام بولس فهمت دغري قديش انا كنت خايفه، ودغري استوعبتني لانه واصله وهيك تقلي بوكاتشيا بور وشو في وشو بدك تعملي وبدك تعملي صوت، طيب ماني عارفه اذا صوت او سيناريو. قالت لي طب خبريني انت هلا شو زعجك، فقلت لها شو زعجني وكتبنا سيناريو وقتها ما بنساها اكيد، هي مش متذكره بس وقتها حسيت انه ما بدك انه هوم، وصالحتني مع كل الموضوع، يعني صالحتني مع كل فكره انا الديبيزمان اللي كنت حاسته انه راح على اليسوعيه، وحسيت انه في ماما. ما فينا نحكي عن ايمي بولوس بلا ما نذكر السينما اللبنانيه. في علاقة بين إيمي بولوس والسينما اللبنانية أكثر من علاقة حب، هي شغف. وشغف نجحت إنه بنقله من عبر الأجيال وعلى مدى السنين. أنا وقت تعرفت على إيمي بولوس دهجت باندفاعها بأحلامها وبطاقتها على تحقيق هالأحلام. بتذكر لما فتت على المكتب اللي عندك كان في هي والله يرحمه استاذ جلال الخوري، فهيدا اللقاء اللي بذكره فيه لانه كانوا يعرفوا هي واستاذ جلال انه بيي بدومين الموسيقى والمسرح. سالتني سؤال عن شو رايي بالوراثه الفنيه، قلت لها انه انا ضد، يعني ما صحيح اني من هذا البيت الفني بس انه مش فايت على اليزاف مشان هيك، بالنسبه لها كان كثير مهم وشددت على انه نحن بدنا هيك تطور شخصيتك الفنيه باليزاف، فيعني انه ضد فكره الوراثه الفنيه، فهيدي بعدني بذكرها كثير منيح يعني. ريحتني لانه كنت جاي بدي اتسجل بالجامعه وعطلاني هم لانه كنت مضطره اشتغل وما معي حق القسط، ودعمتني. كان اول لقاء مع مدام ايمي بولوس في المبنى هيدا، عملت لي انترفيو وفسرت لي شوي شو راح يكون البروجرام التعليم اللي هي كانت هيدا كانت بعدها جديده فاتحه، وحبيت البيرسوناج تبعها لمدام ايمي بولوس. هي خلتني احب هالمهنه اللي ما كنت بعرف شو عنها بعد. يعني اول لقاء كان وقتها المقابله، مقابله الدخول على اليزاف، وكان في معها كمان جلال خوري وانطوان ريمي وعملوا انترفيو معي لهذا امتحان الدخول. بقى كان في كتير هيك جو حميم، وهذا اكيد خلاني دغري اقرر انه هاي الجامعه اللي بدي اكون فيها. مع مدام بولوس انه بتسمع، عندها طاقه وطاقه شغل فظيعه وبتنفذ يعني كل احلامنا او كان احلامها. الجامعه عطول في اشياء من يعني خبريات بنخبرها لبعض بيكون فيهم مدام بولوس، كانت تعرفنا كمان شخصيا واحد واحد، تعرف اسامينا واحد واحد، تعرف مشاكلنا، تعرف حتى قصصنا الشخصية والعائلية، وأوقات حتى قصصنا الغرامية كانت مدام بولوس تعرف فيهم. إيمي بولوس أنا كما في أنسيها بدعمي من لكل مراحل بالبداية، يعني كتير قليل للواحد يكون عم بيكتب كتاب وحدا يعيط له يقول له عرفت أنك عم تكتب كتاب أنا بدي أدعمك، كتير قليل ليكون أنت عم تعملي فيلم حدا كمان يجي لعندك يقول لك أنا بدي أدعمك بهذا الفيلم لتعمله. بقى هذا كان دائما نموذج إيمي بولوس، اللي هي الشخص اللي بيجي قبل ما انت حتى تفكري تطلبي منه اي مساعده. إيمي بعدها مكمله، بتحمل الورقه والقلم، بعدها بتقرا، بعدها بتتابع. هلا اذا بتلفن لها بتعرف عني الشارده والوارده وشو عم بعمل. هون بيكبر قلبي، يعني بقول يا رب الله يعطيني عمره
ويعطيها هي العمر بعد الأطول فعلاً لأنه مثل أعلى لقلنا كمان. نحن وقت لقلنا بدنا شوي نضوي على السينما اللبنانية. طيب وين أكبر منصة مهرجان كانت دولي؟ فلبنان ما كان له وجود إلا وجود مبادرات شخصية يعني، بس ما كان في وجود للقطاع العام ولا للجمعيات بكان بشكل رسمي. قدرنا أنا وإيمي من خلال علاقاتنا وخاصة بوزارة السياحة وفرجانيهم ارتباط بين السينما والسياحة، قديش السينما بيلعب دور لتسويق السياحة. فهني وجهونا لمكتب السياحة ببيريز. كل سنة كنا بكان فونداسيون ليبان سينما موجودة. يعني شافوه مسرب لعند على وجه الضو، قام قرر انه ما بقى بده، قال في السمع بدأ. يا سئيل، يعني ذكرتني لازم قشة انه السقالة بحر والشاطر اللي ما بيغرق. صاحبنا عتقل دمه غرقان ومرقد بالكعب، ولما قرر يخفف سقالة تبرع بشوية دم قام صار بلا دم بالمرة. شو ناطرة؟ انه فكرك بعد في حدا بيوصل على الوقت؟ انا نفسي يعني ما حدا غريب، اذا الموعد 9 بظهر 9 من البيت، بعدين هيك اكلس. لك شو بكي بتضلك بصلتك محروقة؟ نتمنى أن تستمتعوا ببرامجنا. هنا إذاعة جعفر معروف، صوت الحقيقة. أهلا وسهلا بالمزيد. تفضلي. موجود. من يومين اتصلت فيكم وحجزت أوضة باسم هلا نور. مدام بولوس، نحن كمخرجين دايما اسمنا بيبين ظاهر، بس في عالم تاني، العالم السينما هو عالم مشترك. بفتكر انه منيح انه اوقات نكرم ناس اثروا باجيال سينمائيين وناس عم يشتغلوا بالسينما، ومدام بولوس من بيناتهم. هي اثرت بكتير من عالم، ساعدت هالعالم السينما ينبنى بلبنان، ومشان هيك منيح انه نكرمها اليوم. اكتر حدا بحس انه اسمه بيلبق له هو مدام بولوس، لانه اسمها امي يعني بتحب، وهي عن جد بتحب. إيمي مش بس ليدر، إيمي اسمها مسمى، يعني بتشتغل من كل قلبها بكتير محبة، وبقول الله يطول بعمرها، الله يطول بعمرها ويكثر أمثالها. Thank you أنتو اللي فكرتوا بتقوموا بهيك إنيسياتيف لشخص بعتبره example leadership. الليدر مش هو انك تكون قوي وتكون عندك باور وتأمر شمال يمين، الليدرشيب هي تخلي الناس تآمن فيك وتحبك وتعمل اللي انت بدك اياه لانه بتحبك، مش لانه اخذ اوردر منك يعني. وهيدا كان السر بمدام بولوس. ولو شو ما كان هيك ردة فعلنا، تبقى داعمة لنا، تبقى مأمنة بانه هي واقفة حط اللابة كأم مش بس كمديرة. علاقتك بالتلاميذ، هالطريقة كتير حنونة، هالمحبة، كيف كنت تخافي عليهم وكنت تهتمي فيهم، هيدا الشيء خلينا نبنى كنا هيك مثل علاقة، وبعدنا لحديت هلأ صحبة وقراب من بعض. مدام بولوس عندها محل هيك خاص أكيد بحياتي واليراف كمان، وهن يعني لعبوا دور كتير أساسي بعدين بحياتي المهنية وحتى أوقات حياتي الشخصية. شخصية يجب إعادة قراءتها لنستفيد منها، كيف إنسان بكل هيدي المسيرة بكل هالسنين الصعبة بلبنان، مش بغير بلد طبعا، بلبنان
تحديدا انه واحد يقدر ينجز كل هالقصص. ميرسي على كل شيء عملته لهالشباب اللي نحن كنا شوي ضايعين بوقتها، واللي اليوم بعدنا نحن عم نكمل بهالطريق اللي هي فتحتها قدامنا. كل مسيرتها بتكبر القلب لأمي لحديت اليوم، وانا اكيد للمستقبل كمان. محبه، وركهوليك، فيرم، اول از بوسيبل، جباره، الام الحنونه، ماما. أمي بولوس هي مش بس مديرة، هي المديرة الأم مع كل معاني هالكلمة.